السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام زياد والياس. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه جديده نديروها في رمضان. الله يدخل علينا بالصحه وبالرزق وباش ما تمنينا ويبعد علينا ربي هذا الوباء. جيت لكم بالبليغات، تيجيو بنان بزاف كما كتسمعوا، كيجيو مقرمشين وهشاشين في نفس الوقت. كنتمنى يعجبوكم وندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق، نص كيلو، معلقه صغيره نتاع القرفه، معلقه صغيره نتاع النافع مطحونه، واحد الخماره وحده، ندير ثلاثه المعالق الكبار نتاع الزيت، ربعه المعالق مذوبين كبار نتاع الزبده، اصفر بيضه، نص كيلو نتاع الجنجلان ما يعادل 500 غرام، وندير كويبسه نتاع الملح والزهر. غادي ندير معكم كما غادي تشوفوا معايا. بسم الله، هنا غادي ندير الزهر في الكاس الاول صغير، وغادي نزيد الكاس الثاني، وغادي ندير واحد الكاس من الماء، وغادي نديرهم فوق النار يدفاو شويه، غير يدفاو ماشي يسخنوا. بسم الله، غادي نوضع الدقيق غادي مغربلاه، وغادي نوضع القرفه هي والنافع، وغادي نوضع الجنجلان، غادي نضيف قبسة نتاع الملحة، وغادي نوضع خميرة كيماوية، وغادي نخلط هاد العناصر كلها، النواشف، كتجيبني بزاف هاد البليغات ورائعين، أنا شخصيا كيعجبوني بزاف. غادي ندير واحد الحفرة هكا، غادي نوضع البيضة، أصفر بيضة عفوا، عندي هنا ثلاثة المعالق نتاع الزيت العادية، وغادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، وغادي ندير هذيك الزبدة اللي ذوبتها. من بعد نسيت ما نذكر معاكم، ملعقة كبيرة مملوءة من الخل، هذا الملعقه هذا الخل كيعطي واحد الضوء، كيعطيها واحد الهشاشه، كتجي هشيشه ومقرمشه هاد البليغات ديالنا. من بعد نخلط كل شيء مع بعض، هذاك الحامض عفوا الزهر مع الماء وجنوبي العجينه ديالنا، ما نديروهاش قاصحه بزاف وما نديروهاش جاريه بزاف، عاديه باش تجي سهله باش نطلقوها ما تقصحش معانا. من بعد ما جمعتها غادي نقسمها كويرات كما كتلاحظوا معايا، باش العجين ديالها كي كيجي رطب ما كيجيش قاصح، ولا مشات قصحت معاكم فاش تجيو تطلقوها وتخدموها يمكن لكم تعاودوا تعجنوها وتزيدوا لها الماء، ماشي مشكل، غير ما يكون دافي باش تكون زوين، باش تكون زوينه في التطليق تجيكم سهله ما تقصحش معاكم. الماء الدافي بحال اللي كيرطبها لنا كيسهلها علينا في الخدمه. ها نتوما كما كتلاحظوا نديرهم كويرات بحال هكا، وغادي نوضعهم في البلاستيك هكا. درت هنا شحال من كره، واحد جوج ثلاثة أربعة، عندي هنا خمسة نتاع الكرات، نجمعهم ونخليوها على الأقل ترتاح واحد نصف ساعة، ما عندنا فيها لا خميرة لا والو، ما نخافوش فيها غير خميرة، الخميرة نتاع الحلويات ماشي مشكل، بيكين باودر معليش. غادي نجمعها ونخليها ترتاح على الأقل تكون واحد نصف ساعة، ولا كان اكثر ماشي مشكل، غير باش تجينا سهله باش نبقاو نطلقوه كما نتوما كتلاحظوا. غنخليها ترتاح ونطلقوا فاش ترتاح لنا العجينه نتاعنا. من بعد ما ارتاحت لي انا خليتها واحد الساعه ونص، غادي نجيب الدلاك ديالنا وغادي نطلقها بحال هكا كما كتلاحظوا معايا. هانتوما راها مازال هي زعما راها مزيانه، ما طلبات ليش ولكم ولي بصحت معاه
ممكن غادي يزيد لها الماء ويزيد يدلكها ماشي مشكل. غادي نطلقها مزيان بالدلاك، نرققها شويه باش ما تجيناش غليظه. من بعد ما طلقتها كما كتلاحظوا معايا غادي نجيب الجراره وغادي نديرهم بحال هكا، قطعها طويله انا ما غنديرهاش كبيره بزاف، ماشي ما كبيره ما صغيره، تجي مواصطه بحال هكا. غادي نحيد هاد الجوانب، غادي نقطعها مربعات بهذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا بحال هكا غادي نقطعها كلشي، وغادي نبدا بسم الله نبدا نخدم نطويهم. نجي بحال هكا نتمنى يلاحظ معكم، غادي نشد هذه مع هذه ونبرك عليها مزيان مزيان بيدي باش ما تحليش فاش نقلي. ها هي على شكل بليغ، نزيد معكم غادي نشدها بحال هكا كما كتلاحظوا معايا، وغادي نجيب هاد القنت مع هاد القنت هذا وغادي نطويها بحال هكا ونلصقها مزيان. هنايا لصقوها مزيان بيديكم باش ما تحلش معكم في القلي. ثم راه ساهله ماشي شي حاجه اللي واعره، قلت لكم نجيب هاد القنت مع هاد القنت ونبرك مزيان. ها تجي ها السمك ديالها ما غليظاش بزاف وما رقيقاش بزاف باش تجينا زوينه. نتوما ها سهله العمليه ماشي واعره، نجيبو لكم القنت القنت مع القنت ونجمعهم بحال هكا ونبرك عليها مزيان، وغادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو. بعد ما كملت الوحدات ديالي درت الزيت يسخن، خصو يسخن جيد مزيان. وها العسل ديالي فين غادي نعسل كما كتلاحظوا معايا، وهنا فين غادي نستقطر. من بعد غادي نقص البوطه، نديرها تكون ما بين وبين، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش قليله بسم الله. وغادي نبدا بهذوك الاولين اللي حطيت هما الاولين اللي غادي نبدا بهم بالقليان. كما كتلاحظوا معايا خوتي شي ضروري خص يكون الزيت يجي فوق منهم، ما ديروش الزيت هي قليل باش ما يتحرقوا لكمش. راهم ساهلين في القلي دغيا كيتقلاو، ما كياخذوناش الوقت بزاف. نسيت ما نذكر معكم الجنجلان اللي حمرته غير واحد شويه اللي درت مع العجينه، ما درتوش بزاف كما ذكرت معكم. نجمعوها ما تجيش قاصحه وما تجيش جاريه، ولا قصحت معكم يمكن لكم تعاودوا ترجعوا كما قلت لكم تعاودوا تزيدوا لها الماء وتزيدوا تدلكوها وتخليوها ترتاح واحد شويه وتعاودوا تخدموا بها، ما يبقى لها حتى شي حاجه غير ما تخافوش. ان شاء الله غادي تنجح معكم وتعجبكم. هانتوما كما كتلاحظوا ها دغيا كتقلى، حركوها غير واحد شويه بحال هكا باش تحمر كاع من تحت ومن الفوق، ونخليوها واحد شويه وتحمر ونحيدوها. نبقى مره مره بحال هكا نقلب فيهم باش اللي محمره من تحت نقلبها تحمر من الفوق، واللي محمره من الفوق تحمر من التحت كما كتلاحظوا معايا بحال هكا. ونخليوها حتى تحمر عاد نحيدوها من الزيت ديالنا. انتما كما كتلاحظوا راها محمره، ما كنخليوهاش تحمر بزاف باش ما تحرقش. غنوضعوها في العسل، فاش كنديروها في العسل كيجيبوا هذاك اللون ديالها، نخليوها غير مذهبه بحال هكا كما كتلاحظوا معايا باش ما تحرقناش وما تجيناش في ماكله زوينه، نبقاو نشمو هذاك ريحه الحروقيه بحال هكا. خصها تجي غير في هذا اللون الذهبي، غادي نوضعها في العسل. من بعد كما كتلاحظوا معايا كنخليوها في العسل تشرب مزيان،
وعاد غادي نديرها هنا باش كتسقطر وراها عاوتاني راها كتقلى. كنكملو ونستمرو بهاد العمليه حتى نكمل الوحدات اللي عندي ونتلاقاو في الشكل النهائي. هي بغيت نذكر معكم بان العسل ضروري خصو يكون بارد باش يشدنا على البليغات ديالنا، ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي نتاع البليغات ديالنا. انتما كما كتشوفوا كي كيجيو، كيجيو واحد اللون رائع وكيجيو بنان. كنتمنى تجربوهم وينال الاعجاب ديالكم. واللي اول مره غادي يزور القناه ما ينساش يدير ابوني ويضغط على الجرس باش يوصلو كل جديد، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.